السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. من الرافدين في سلسلة متابعتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الثوري، إذ رفضت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين ترشيح بعض الشخصيات من الحراك وتأكيدها أنه مؤامرة إيرانية خبيثة، القصد منها إيقاع الفتنة بين المتظاهرين في وقت شهدت ساحات الاعتصام مشاركة وتضامنا نسائيا كبيرا ضمن تظاهرات بناتك يا وطن. ويسرنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، مرحبا بكم دكتور. حياكم الله. مرحبا أستاذ نصير. وستكون معنا أيضا من بغداد عبر الهاتف عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين بشرى عبد الواحد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بعثت الأمم المتحدة في العراق شجبت ونددت اليوم بمواصلة القوات الحكومية استخدامها القوة المفرطة على المتظاهرين ومنها قمعهم بأسلحة الصيد ذات الذخيرة المتفجرة. ومع هذا بعد أقل من ساعة على صدور هذا البيان الأممي أطلقت القوات الحكومية مدعومة بميليشياتها قنابل الغاز المحرمة دوليا بشكل كثيف على المتظاهرين في ساحة الخلاني، وهو ما تسبب باختناق أعداد كبيرة منهم. هذا وما زالت الحكومة تقول إنها تتعامل مع المتظاهرين بشكل أبوي وترفض أي اعتداء ضدهم، وهو غير ما يؤكده المعتصمون في الساحات الذين قالوا إن جماعات مسلحة تهاجمهم بشكل علني وأمام مرأى الجميع. خلانه بالقرب من إداء الوزارة مال أمانة بغداد، الوثبة هو هذا هنا الرمل الحي من قبل قوات الشغب. هذا ما حدث يوم أمس البارحة بالليل، وموجود بالساحة طعن بالسلاح الأبيض والكواتم، وموجود حتى بالطعام دسون نسف، يعني أكثر من هاي هواي حالات تسمم الباحة صارت بالليل. إحنا الناشد العالم الخيري الجهاد خلي يوقفونا السلاح الأبيض، هسه ناس سلميين، سلاح الأبيض الكواتم كل شيء يشتغلون الباحة بالليل. منذ البداية هم واجهوا هذه التظاهرات بروح عدائية وبروح انتقامية، على اعتبار أن هم يعتبرون هؤلاء المتظاهرين نحن كأعداء ولسنا كشعب، يعني هم يعني ينظروا لنا كأعداء، يعني هم باعتبارهم عصابة، وهذه العصابة استولت على كل مقدرات العراق وكل مقدرات البلد ونهبوا كل شيء ودمروا كل شيء، فهم الآن يعني عصابة استولت على مقدرات. أهلا بكم من جديد إذن مشاهدينا الكرام، ونرحب بالدكتورة بشرى عبد الواحد هاتفيا من بغداد، وهي عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين. مرحبا بك سيدة بشرى معنا. مرحبا بكم بهذه التغطية القيمة، شكرا جزيلا وبضيفكم الكريم. أهلا وسهلا. إذن على الرغم من القمع المفرط والقتل المتعمد، هناك تظاهرات طلابية في مدينة كربلاء مؤيدة لثورة تشرين ومطالبها المشروعة، كيف تقرأين هذا الإصرار من الثوار ولا سيما الطلاب على استكمال مسيرة الثورة؟ نعم، التظاهرات مستمرة في كل الساحات وليست في كربلاء، وما زال الشباب يضحون بأنفسهم أجسادهم ومتلقين الرصاص والطعنات بالسلاح الأبيض وكل أنواع الإرهاب. حضرتك قلت هذه الحكومة تقول أنهم يرعون الشباب أبويا، هذا رعاية أبوية، فكيف إذن تكون الرعاية الوحشية؟ هم يستعملون كل الوحشية مع هؤلاء الشباب، يستعملون كل أنواع الخبث والوحشية لتدمير ثورتنا البيضاء، لتدمير ثورتنا السلمية في كل الساحات وليس في ساحة واحدة. والآن الشباب مستمر ومنتفض، وحضرتك تعرف أن كل ثورة لا تقوم إلا بتضحيات. وبالتأكيد إحنا تضحياتنا فاقت كل ثورة تقريبا، وإن شاء الله راح نقدم مستمرين إحنا إلى الفوز العظيم إن شاء الله على هذه الطغمة الفاسدة التي جاءت بذيولها لتطعن بشبابنا وتسفح دماءهم. فالثورة مستمرة، ما زالت مستمرة، وإن شاء الله هم الخاسرون في كل الأحوال، هم الخاسرون لأنهم سقطت كل الأقنعة عنهم واتضح من هو العدو ومن هو الصديق في هذا اليوم.
وبالذات من هم المندسون وكيف يتعامل الدول الجوار كيف تتعامل مع هؤلاء المرتزقة وهؤلاء كيف يعني بينت مدى ثقافتهم ومدى التزامهم ومدى حبهم للوطن ومدى انتمائهم ووطنيتهم. حقيقة هؤلاء بلا ذمم بلا ضمائر بلا وطنية بلا أخلاق، لأنه ما يدور من خلال اعتداءهم على المتظاهرين إذا بالمباشر بالساحات أو بالتواصل الاجتماعي، هناك ألفاظ وهناك صور بذيئة يعني للأسف يندل إلها الجبين، ولا يستطيع المرء الشريف النظيف أن ينظر أو يسمع هذه الألفاظ وهذه الصور. يتلفظون على الثوار، يعني بانت أخلاقهم كيف هي سيئة وكيف هم ناس ضحلين وكيف هم ناس أدوات بأيدي الآخرين، هم أدوات. هم يعتقد من هذا الجانب الأخلاقي هم أدوات، وقالوا حتى لرئيسهم أيضا هو أداة لغيره للغريب، وكثيرا ما نددوا من لوبي من أهل بيته طلعوا نددوا بأخلاقياته. فكيف يتعامل مع هؤلاء الشباب المثقفين؟ هم يعني بيغارون من هؤلاء الشباب، بيحسدون من هؤلاء الشباب، لأنه أولا هم ناس مثقفين أولاد عوائل، ألفاظهم رائعة وراقية، نظافتهم ذكية، شعرهم وترتيبهم وملابسهم ووجههم النظر، وهؤلاء مثل البون، مثل ما يقولون أنه هؤلاء ما يقدرون يطلعون بوجههم الأسود ودائما ضامين رأسهم في أبطهم لتحت رقبتهم. فهؤلاء هم ناس مندسين، وأيضا حتى داخل نفسهم مهزوزة شخصيتهم، مهزوزة ثقتهم في داخلهم، لأنه يعرفونهم ايش يسوون، يعرفون الآخر أفضل من عندهم. الآخر إنسان شايل رأسه وده يتلقى رصاص بصدره وما يخاف، وهم يدسون بالليالي يدسون السلاح الأبيض في خاصرة الشباب وفي جنبهم. طيب من هذا كيف ترون في اللجنة المنظمة سيد بشرى لتظاهرات ثورة تشرين دور الطلاب في استمرار هذه الثورة على الرغم من كل هذا القمع وهذه الأساليب التي ذكرتها وحتى الألاعيب السياسية التي تمارس من أجل القضاء على هذه الثورة السلمية البيضاء كما وصفتها؟ نعم، للأسف احنا شعب طيب وشعب على نياته ومسالم ويصدق بهذا وذا. فحقيقة اللجنة المنظمة للتظاهرات هي في كل المحافظات، طبعا هناك تواصل في كل اللجان بين كل اللجان. هذه اللجان تقريبا تحتوي المتظاهرين وتسندهم وتشجعهم أن يظاهرون، أحيانا قسم منهم يرتدون من كثر الطعن والضرب، يعني ويعني تعرف ذولا أولاد عوائل لما ينضرب هذا يعني يحس بداخله أنه انهان، لكن هو بنفس الوقت يرجع يقول لا هذا أنا بما أنه أنا انهانيت من إنسان عدو لازم أنا أبقى حتى أخلص من هذا العدو. فدائما هذه اللجان في مد نفسي ومد روحي للشباب أنه تقوية لعزائمهم وأيضا مراعاتهم، وأيضا لما نحس أنه أكو هناك خطر أو أي شيء في الساحة، مثلا موضوع الشاي أنه عممنا أن الشاي لا تشربون الشاي لأنه أصبح سام، وبالذات أكو خيام معينة هي اللي توزع هذا الشيء، مو كل الخيام طبعا، لأنه الخيام من الأول يوم من تقريبا 15 أو 12 بدأت تنصب هذه الخيام ومستمرين نحن نأكل منها غداء وعشاء وحتى إفطار نأكل من عندها، أحيانا منتصف الليل إذا أحد يجوع يروح يأكل من هذه الخيام. نعم. كانت خيام بصراحة غير مندسة، لكنه بعد ما دخلوا هؤلاء أهل القبعات وغير القبعات وذول الأحزاب والميليشيات بدأوا ينصبون تخاخ للمتظاهرين، فإحدى هذه التخاخ هي إحدى الخيمات كانت توزع لهم الشاي المسموم، وتضرر كم شاب من عندنا إن شاء الله سلام للجميع. فحقيقة إحنا لجنة التنظيم دائما في متابعة كل هذه الأحداث، وأيضا بالنسبة لللافتات والأعلام والأشياء اللي تنخط دائما يرتدوهم أحيانا عندما يحتاجون، أحيانا عندما أحد تحترق التيك توك مالته أو الخيمة يروحون يجمعون ويشترون خيمة جديدة وأشياء جديدة. نعم ست بشرى، سأعود إليك مرة أخرى. دكتور رافع، يعني الأمم المتحدة ما زالت بعد كل الذي حصل ويحصل تناشد الحكومة بأن تحمي هؤلاء المتظاهرين الذين يقتلون على أيدي ميليشيات تابعة أصلا للحكومة، كيف تصف هذا أو هذه المناشدة الأممية؟ لماذا لا تسمي الأمم المتحدة الأسباب بمسمياتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ نصير، ربما علي قبل أن أجيبك على هذا السؤال وأعرج على موضوع يعني أشارت الست بشرى هذه العراقية الأصيلة قبل قليل، قالت أنه إحنا ننتظر الفوز. الحقيقة يعني بالتفسير البسيط
والتفسير الفلسفي لمفردة الفوز، التظاهرات حققت الفوز من أول يوم. هذه التضحيات وهذه اللي قدمتها حققت بها الفوز، ثباتها على الساحة وتعمقها وكشفها لكل هذه الأقنعة، أسقاطها لكل هذه الأقنعة، أقنعة كل هؤلاء الذين كانوا يدعون الوطنية، يدعون الحرص، يدعون أنهم مع الشعب، مع الثورة، مع 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 العراقيين، كلها أسقطت أقنعتها. فهذا هو معنى الفوز، هذا بالمعنى البسيط والمعنى الفلسفي للفوز. الثورة حققت الفوز، نحن في مرحلة جني محصول الفوز. الآن الثوار هؤلاء ينتظرون جني المحصول، وشعب العراق والعراق ينتظر هذا الجني وهو قادم لا محال. هذا يعني الثبات والصبر، يعني هذا الثبات والصبر والمطاولة والقوة والقدرة وانكشاف هؤلاء كم هم ضعفاء. هذه الأساليب اللي يستخدموها القتل ووصلوا به إلى التشنيع. يعني أنت لو تلاحظ على المنابر والكلام الآن، استهداف فتياتنا بناتنا العراقيات بالذم والكلام البذيء اللي هو يعبر عن أخلاقهم، لا يعبر عن أخلاق العراقيات ولا العراقيين أبدا. لكن هذا المستوى الضحل اللي هم يخرجون من عنده يعبر عنهم ويعبر عن فكرهم ورؤيتهم وقلوبهم السوداء. فلذلك وصلوا إلى هذه المرحلة. هذا يثبت أنهم ضعفاء جدا وينهارون، وهذا دليل إفلاسهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يتحدث بها اللي تشير لها أنه دائما ما الأمم المتحدة والدول الكثيرة تنتقد يعني وتدين هذا العنف اللي يحصل، وهو يعني أكبر من عنف. هذه حرب تشنها هذه الحكومة والعملية السياسية بكل أحزابها وقواها وكل الحكومات تشنها ضد الشعب. يعني واضح هي معركة ضد الشعب، واضح، ويستخدمون بها كل الأسلحة، وحتى هذا السلاح البذيء، الكلام البذيء، هذا جزء من سقوطهم الأخلاقي وثبات هذه الثورة وفوزها. هذا أيضا يثبت أن الثورة فازت، لأن وصلوا إلى الحضيض بهذه ظهرت. يعني ويا ريت يستمرون، خلي يحجون على بناتنا، خلي يحجون على شبابنا، خلي يحجون، لأنه هذا يسقطهم أكثر ويسقط أخلاقهم ويبين كم هم صغار وكم يعني ضعيفين، والناس كانت تصورهم غير شكل. فمن المفارقات الكبيرة أنه كل هذه الدول الكبرى وكل البيانات تصدر عن الأمم المتحدة تدين هذا وتطلب من الحكومة أن يعني تراعيها. أنتم تطلبون من حكومة هي شريكة، هي بكل قواها الأمنية وقواها الحزبية والسياسية شريكة لهذه المؤامرة على الشعب. هي جزء من هو الشعب طلع ضد هذه الحكومات، هي من تدافع عن نفسها بهذا، هي من توفر طرق للميليشيات والقتلة، هي من تؤمن لهم الطرق، هي من تخطط لهم، هي من تشاركهم هذا القتل والذبح، فتناشدوها على ماذا؟ هذه مفارقة خطيرة، يعني مفارقة لا يمكن احتمالها. أنت يعني تدينها وتناشدها، هي القضية غير مفهومة. هناك تناقض كبير. الإدانة لها يجب أن تدين الحكومة أنت مباشرة، ويجب أن تفرض عليها ما تستطيع فرضه عليها من عقوبات، لأن هذه حكومة خارج، يعني هي لا حكومة، هي عصابة وتستخدم سلاحها ضد الشعب، هذا الشعب البريء، الشعب اللي طالع بأسلحته واللي سمته الست بشرى الشعب الطيب. وعلى فكرة الشعب الطيب هذه ليس السبة، نحن شعب طيب، نعم، هذه من أجمل صفاتنا. والبعض حتى يدعي أنه شعب عاطفي العراقي، نعم عاطفي، وماذا في ذلك؟ شعب عاطفي، وهذا الشعب العاطفي هو أقوى شعوب الدنيا، لأنه هذا الشعب قد 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 يعني يكون إنساني، نعم جدا، ويتفاعل معك جدا، لكن هو يعرف الحق ويعرف يميز ويعرف الأسود والأبيض، وهو بطيبته وبإنسانيته وبخلقه العالي وبمشاعره الصادقة هو دي يتصرف وجاء وقاد ثورة مثل هذه. ولا هذه الثورة في أي مكان، أنت تفقد 30,000 بين شهيد وجريح، معارك بين الدول ما تفقدها القد، وهكذا يكون الدور. والثورة بعد 4 أشهر، يعني خلال انت 100 يوم انت تفقد هذا العدد، عدد مهول. يعني هذا لو حدث، ترى حدث ربع هذا، عشر هذا الرقم في اي بلد بالعالم لكانت الدنيا قامت. ولكن التعامل الأممي دكتور هل يكون بموازاة ما حدث كما تفضلت؟
لا لا ابدا كل البيانات، رغم انه احنا الان نقول يعني 17 سنه من التغييب للعراق من كل العالم، ترى كل العالم كان يؤيد هذه العمليه السياسيه ويؤيد هذه الحكومات. هذا الشعب، هذا الشباب اللي خرج، وهاي التظاهره وهاي الثوره المباركه هي اللي جرت العراق من الظلمه مره اخرى، خلته تحت النور، وخلت العالم كله يشوف انه كل هذا اللي كنتوا تدعوه ودعمكم لهذه القوى كان خطا، وانتم ساهمتوا في قتل العراقيين وتدميرهم. اعترافهم بانهم جزء من التآمر على العراقيين هذا مو سهل. ان ترجع تصدر بيانات للادانه هذا فشيء كبير. لكن مع ذلك خلينا نكون متفائلين جدا انه العالم الان بدا يتحرك، هذا النسخ الصاعد من الشباب من الثوره يغذي الرؤيه الصحيحه او الرأي حتى المصلحيه لكل هذه القوى بالعالم بدا يشتغل. والان هناك تفاعل، وستأتي اللحظة وقريبا ستأتي العالم سيؤيد بطريقة أخرى، وستفرض عقوبات، وستفرض القضية يعني لن تنضي هكذا، وهذه الثورة مباركة وستمضي إلى طريقة. مو حبا بالعراقيين، يعني أنا لا أتحدث ذولا، مو حبا بالعراقيين لا الأمم المتحدة ولا أمريكا ولا العالم كله، لكن حبهم مصالحهم. العالم راح يفضح، هم يتحدثون عن الديمقراطية والحرية والإنسانية، وحتى هذا مؤتمر ميونخ قبل يومين كانوا البارحة يتحدثون أنه أهم شيء عندنا هو حماية الإنسان وقدسية الإنسان وكرامة الإنسان. الآن هذا الإنسان في بلدان كاملة يسحق بهذه الطريقة، في بلدان أنتم تعتبروها ديمقراطية وقمتوا بها الديمقراطية، إذا كانت هذا نموذج الديمقراطية اللي أنتم تدعوه، فكيف يعمل هيك ويا شعبه وأولاد سفارات وما أعرف منه وكذب واختلاط يعني وصلت بهم الحالة من الهستيريا، وهذا يدلل على ضعفهم وانكسارهم. والعالم الآن يتفاعل مع هذه الثورة، وستأتي اللحظة اللي العالم كله يعني حتى الناس تدهش كيف يؤيد هذه الثورة، لأنها الثورة على حق وثابتة، وهذا ثباتهم يعني ليس سهلا وليس يعني عبثا، هذا مو عبث. والبعض يقول انه هذول استهتروا بالحياة، لا مو مستهترين بالحياة، هؤلاء الذين يضحون هذول اكثر الناس يحبون الحياة، يصنعون مستقبل، هم اللي يصنعون المستقبل ويحبون الحياة، ما يريدون الموت. لكن هم في مواجهة الموت ماذا يفعل من اجل الحياة؟ يضحي بنفسه، وهذا اللي نشوفه بالساحات يرقصون والضرب مشتغل عليهم، هذا مو استهتارا بالحياة، استهتارا بقيم الحياة، لا، هذا احتراما لقيم الحياة، محبة بالحياة. هؤلاء يعطون درس كبير، والأيام القادمة وإن شاء الله والسنوات القادمة هذه الثورة ستكون ضمن المناهج، ستدرس لطلابنا الأجيال القادمة، احنا سنذهب لكن الأجيال القادمة ستدرس عنها، سيدرسون عنها في كتبهم، كيف هؤلاء الشباب الصغار العراقيين الحلوين بنات وولد خرجوا وقدروا أن يغيرون الواقع بهذه الطريقة بدمائهم بأرواحهم أمام سلطات غاشمة وقوى إقليمية ودولية تعاونت مع هؤلاء ضدهم، لكن قدروا يصمدون وقدروا يعيدون بلدهم إلى النور وإلى الحياة بإذن الله. من هنا أستاذ بشرى عبد الواحد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، استخدام القوات الأمنية والميليشيات كل أنواع الأسلحة في قمع المتظاهرين، يعني بعد قنابل الغاز التي تصوب على رؤوس الثوار الآن بدأ يظهر سلاح جديد هو الخرطوش، ما يسمى بالخرطوش، كيف تقرأين هذه الظاهرة الجديدة في التعامل مع الثوار؟ نعم بالتأكيد، لكن أولا أنا أتوافق مع رأي الدكتور رافع المحترم حين يقول أنه هؤلاء لا يدهسوا الشرق مهما تحدثوا. حقيقة أنا أيضا أقول أنه هو بقعة الزيت لا تلوث البحر، فمهما تحدثوا ومهما جاءوا بالرسول عليه الصلاة والسلام طعنوا بأخلاقه وضربوه بالحجار ويعني استعملوا كل السبل في سبيل رده عن الدعوة الإسلامية، فالآن هؤلاء بكل خطواتهم في كل أجنداتهم في كل تآمرهم على الثورة يحاولون أن ينالون من قيمة هذه الثورة ومن قوة الشباب ومن اندفاعهم إن شاء الله الفوز، ونحن نقول الفوز لأنه نحن في آخر السبق إن شاء الله، ودائما الأرنب هو من يسبق السلحفاة دكتور رافع.
الأرنب دائما هو الذي يسبق. الأرنب أذكى ويعني شلون نقول حاذق في حركاته، وهو يعني دائما محبوب وطيب، يعني السلحفاة بطيئة في حركاتها وفي تحركها، وأيضا تتلون وتدخل الدرع. الأرنب مكشوف، احنا شبابنا مثل الأرنب أذكياء مكشوفين، وهم سريعي الحركة وسريعي التصرف. من خلال هذا الضرب وهذه الاعتداءات عليهم أيضا استعملوا طريقة الكر والفر معهم. الآن مثل ما تفضلت استنفذت كل، وأن ربما هناك ليس لم يستنفذوا، هناك كثير من أجنداتهم وهناك كثير من خططهم حتى يفشلون الثورة. هذه الخراطيش هي أيضا واحدة من هذه الأمور التي يحاولون أن يضربون بها الشباب، حتى أسلحة الصيد عن التواجد بالساحات. نعم، أسلحة الصيد أيضا تستخدم في قمع المتظاهرين الآن. هذا الصيد من أول يوم، عفوا من أول يوم، هذه الأسلحة مو بس الأسلحة، احنا نسمع عندنا مصيادة يسموها، عبارة عن خشبة ومثلثة ويضيفوا لها يعني فد لاستيكة ويضيفون بها حجر أو صشم فيضربون الشباب. هذه من أول يوم كانت موجودة، وأنا من كم يوم دخلت دا أتمشى على دا أطلع من أدخل بالتظاهرات، مرات على القوات الموجودة والميليشيات، مرات دخلت أشوف 2-3 لابسين عسكري يشدون من هذه المصيادة، فجد أطلبها من عندهم، قلت لاني ما أقدر أعرض نفسي إلى كلام من عندهم لأنه أكيد رح يردون عليه بشكل، لأنه أنا عدوتهم أعتبر في هذا الوقت. المهم دخلت ومشيت ورحت، لأنه هذول مستمرين أن يضربوهم ومتقصدين أن يضربوهم بالصيد، أدوات الصيد. هذه المصيادة أيضا من أدوات الصيد، وأيضا البندقية، بندقية صيد الطيور، يعني هذه هم بأي طريقة يريدون يخيفون الأولاد الشباب، يريدون يخلوهم يتراجعون. الشباب فاير ولديهم عقيدة ولديهم هدف ثاني، أنه يجب أن يصلوا إلى هذا الهدف، ويجب أن تفشل الحكومة في كل مخططاتها. أي حكومة، هذه عصابة حقيقة، احنا خطأ أن نقول حكومة، حقيقة هذه العصابة عصابة يدفعها رأس واحد أو رأسان خارج حدود العراق، ويجندون لها مرتزقتهم، وهناك من يتضرع لهم وهو باقي في بين جنباتهم يتضرع لهم. نعم. حتى يوافقون على أنه يبقى هو، حتى أن يوافقون أنه يعني يمهد لهم الطرق والسبل أن يسيطرون على كل الوطن العربي تقريبا، وإلا لبنان من؟ ليبيا من؟ اليمن من؟ من هؤلاء الذين يضربوهم؟ نعم، كل أيضا يعني كل البلدان العربية هم. نعم، أيضا الدكتور رافع، يعني قوى العملية السياسية الآن تتحدث عن توافقها على 6 نقاط في برنامج الحكومة المزعوم أو المقبل، يتعلق بما يسمى السيادة وحصر السلاح بيد الدولة وما إلى ذلك. هل تعتقد أن الحكومة يعني ستنفذ هذا البرنامج الحكومي؟ يعني هذه كذبة الحقيقة، وأنا قلتها وأقولها مرة أخرى. نعم. اللي من أول يوم يعني يخاطب الشعب بالكذب لا يستحق أن يحكم العراق، الكافي العراقيين شبعوا من الكذب. ونفس القضية، محمد علاوي يكذب على الشعب أنه سأحصر السلاح، من تصدر السلاح؟ أنت تستطيع اليوم؟ يعني الحديث ربما يتحدث بهاء العرجي، بهاء العرجي تحدث يقول من يضرب المتظاهرين، من يقتل الناس، واحد أعلى من القائد العام قوات المسلحة، شخصيات حزبية، قالوا له منو هذا الأعلى؟ قال رئيس كتلة. رئيس كتلة، هم كلهم كتل، كلهم أحزاب، وكلهم عندهم ميليشيات. إذن هذه الميليشيات أقوى من رئيس الوزراء والقائد العام قوات المسلحة. وعيب على واحد رئيس يقول أنا رئيس وزراء وقائد عام قوات المسلحة والكتل والأحزاب أعلى من عنده وأقوى من عنده وهي تصدر الأوامر، عيب عليه يقول على الكرسي. إذا كان عندهم غيرة والشرف وكرامة لنفسهم ذاتية ما يقول على الكرسي، يروح لبيته، خلي كتلوه أحسن له. هاي الحقيقة. هذا الرجل بدأ محمد يكذب من البداية، من أول خطاب عندما أعطى هذه الوعود الكثيرة، من ضمنها حصر السلاح بيد شلون تحصر السلاح بيد الدولة؟ هذه ميليشيات وتقاتل، وهي اللي جابتك لسدة الحكم، شلون راح تحصر السلاح من أدها؟ يعني أنت تقدر تقول اللي قتلوا المتظاهرين ذول الميليشيات والقوى الأمنية وتقودهم إلى المحاكم؟ أنت تقدر شلون؟ من يرقى؟ يعني مثل واحد هذا اللي رشح نفسه، اللي قال أنا رشح نفسي عن الشعب، ما أعرف بغض النظر عن الأسماء، قالوا له شلون تقدر تلغي هذا توقف الميليشيات وتحصر السلاح؟ قال بالعقل. شلون بالعقل؟ يعني
ما افتهم يعني شلون بالعقل ناس عندهم ارصفه بالموانئ وعندهم منافذ حدوديه وعندهم بترول يبيعوه وعندهم مافيات بالفساد والخراب ومليارات وجوي حفات وصاروا جيب كل الاحزاب الان جوي بال 2003 وخلنا نتحاسب على نقطه الشروع نقطه البدايه 2003 اي حزب من عندهم كل هاي القوى كل قوى والشخصيات السياسيه الان تحكم بالعمليه السياسيه خلي يبقوهم يرجعوهم لل 2003 لديهم ليشيا مسلحه ايش قد شلاش كان عندك والان ايش عندك من اموال سواء اشخاص سواء سلاح سواء مال سواء ممتلكات سواء ارصده بالخارج ستجد المهول يعني هذه الالف مليار اللي سرقت من العراق وين راحت ما هذه بهذه الجيوب انت راح توقف قدام كذبه هاي كذب انت يجب عندما تتحرك من اللي يقدر يمنع هذه الميليشيات عندما يكون هناك نظام وطني مشروع وطني مو دولة القوى الأمنية والقوى الميليشياوية تابعة لأحزاب وانت قاعد رئيس وزراء تجيب لي 16 من 20 من 30 واحد وزير تقول لي مستقلين وراح اشتغل شلون تشتغل من الخفير الى الوزير كلهم تابعين الى 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 احزاب ومنظمات وقتلوا مجرمين ومستفيدين شلون راح تعمل والشعب طالع بالشارع شلون راح ها قضيه معيبه ساحمي السياده شلون تحميها للسياده شلون تقدر وهذه كلها مرتبطه الاحزاب بايران وتمول ايران هي تمول ايران شلون توقف الاقتصاد على رجل شلون تقضي على البطاله شلون تقضي على الفقر شلون تقضي على الامراض كذبه كبيره مشروع كبير انت في حكومه مؤقته كل المطلوب من عندك ان تسوي انتخابات مبكره وما اعرف شو تسوي لنا قانونين وما راح تقدر تسويهن طيب انت تعطينا برنامج هاي ال 17 سنه كل ذولا جماعتك واللي انت كنت جزء من عندهم ما قدروا يسووه بالعكس باقه والان البنى التحتيه للعراق صفر الان اي واحد يجي الان تجيب حكومه وطنيه الان تبدا تحتاج لها الى عقود حتى تعيد البنى التحتيه حتى تعيد العراق بنى تحتيه خدميه ومدارس وجامعات ومستشفيات وشوارع وطرق ومطارات وانت تحتاج الى ان تعيش مثل باقي دول الدنيا انت تفرق عن باقي دول الدنيا هذا العراقي سيد العالم بخلقه وبتاريخه وبحضارته وبفكره وبرؤيته وببلده بثرواته بكل شيء يمتلكه طيب انت شلون تعطي بلد مثل هذا مليان جوع وفقر وامراض وكوارث وتجي تقول له هذا البرنامج مالك تضحك على العالم اذا من البدايه انت تكذب دعنا من هو بالعمليه السياسيه هو عنده جنسيتين هو ما اعرف اتركها هذا كله بس انت هذا البرنامج مالك كاذب انت برنامج تقدمه انك كاذب هو لو طالع قايل يا باني عندي مهمه ترى راح اسوي لكم انتخابات مبكره وراح اصدركم ذني القانون اللي تريدوها ما اعرف شنو هاي مال اللجنه اللي تفحص الانتخابات واسوي لكم قانون انتخابات اذا اقدر اسوي لكم قانون مال احزاب مال اوادم وفي مال اروح اسويهن روح سويهن اذا تقدر واقترحهن وتروح المجلس النواب هذا العتيد هذا اللي يمثل احد يمثل الاحزاب ويمثل برا يعرقلوا لك اياه وما يقدرون يصدروا والشعب يثور عليهم وتنتهي القضيه هذه الحقيقه اما تطلع لي هذا برنامج وتجيب لي صار لك ما اعرف ايش قد وراح تقدم لي وزراء يعني ماكو من عندهم ومستقلين من جبتهم يا ابن هذا الخط الثاني والثالث من الاحزاب والشعب يعرفهم وراح يعرفهم وراح تبدا وكلهم جناسي مزدوجه ومصيبه وتطلع ما اعرف من الجهه الدينيه اللي موافقه عليهم وموقعه عليهم سنطاوي تقول لنا لا احنا ما لنا علاقه وبالتالي هذه اللعبه ما عادت تنطلي على الشعب يجب ان توقف واذا عنده كرامه وعنده معزه لنفسه واحترام لنفسه يخرج من عندها ويقول ما اقدر من الان ما اقدر لانه هذه القضيه معيبه العراقي والشريف وابن الاوادم يقول ما اقدر المتظاهرين ليش مرشحه واحد؟ يعني طوال هذه الفتره ليش مرشحه واحد؟ لان يعرفون اذا يرشحون احد حتى لو كان ارقى ما يمكن بالفكر والوطنيه ما يقدر يشتغل لانه البيئه اللي دايره مدايره الارضيه اللي تحته كلها ملغومه صحيح هناك دوله هم يسموها العميقه بس هي مو دوله العميقه هي هاي الدوله نفسها كلها ميليشيات وكلها مصالح وكلها بوكس هي ظاهره طبعا شلون يخلوه يشتغل ويفضحهم ويقودهم للمحاكم وللاعدامات ولل للجزاءات وللحبس وللطرد شلون ما
ما ممكن يوقف هذا ويقطع عنهم شريان التمويل والفلوس وياخذ منهم سلاحهم. هم بيش حاكمين بالفلوس والمال والسلاح. انت تاخذ من عندهم هذا شلون يسمحوا لك اذا انت تكذب على الشعب؟ ويا الكذبة المصيبة. نعم. اذا من هنا ست بشرى عبد الواحد، انتم ادنتم في اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين رفض المستشفيات استقبال جرحى الثورة، يعني ما المسوغات او المبررات برايك لتلك المستشفيات في عدم استقبال الثوار الجرحى من المتظاهرين؟ اولا المستشفيات حقيقة معظمها موظفيها بالأخص الكادر الوسط، يعني هم ناس من ضمن الأحزاب، لأنه هذه الأحزاب وزعت على كل الدولة يعني دوائر الدولة ناس مرتزقتها حقيقة معظمهم مع احترامي للجيدين. هناك شقان بالموضوع، الأول هو مرتزقتهم، والثاني يتعرضون إلى تهديد. هؤلاء الكوادر الطبية يتعرضون إلى تهديد في حالة تعالج او تستقبل متظاهرين مصابين راح نصفيك او نصفي عائلتك او نسرق ابنك او يعني من هذه الامور، يعني اما يكون مرتزق ومن ضمنه اما يهدد. تعرف يخافون حقيقه كل من يخاف على نفسه وعلى عائلته. من اجل ذلك دكتوره ست بشرى طالبتم الامم المتحده بالضغط على السلطات لاستقبال جرحى التظاهرات؟ نعم بالتأكيد احنا مستمرين نفاتح هذه الجهات، رغم ان نحن ان شاء الله ما راح نحتاج هذه الجهات، لانه هذا اثباتنا واصرارنا على الليل الثوره والفلاح نصل الى المرحله الاخيره من النصر ان شاء الله. اكيد ما راح نحتاج هؤلاء، لانه هؤلاء يبدو هاي اكثر من 4 أشهر نحن نعاني ونطالب، ولحد الان اي تدخل ما اي بادره ما بدرت من عدم، سواء سيده بلا خاص جاءت الى العراق وذهبت، وبنفس الوقت هي جلست مع رئيس الجمهوريه وتوقع يعني انطرحت عليهم انه علاوي ان يرشح، فالمفروض ان يرفضون لو كانوا هم فعلا مساندين للشعب العراقي، كان المفروض يرفضون الامور، وبنفس الوقت يدخلون من اول يوم، لانه احنا تنفيذ نهر دم يعني مستمرين، والمفروض انه هم يعني يوقفون هذه القوات او هاي الميليشيات يوقفوها بالقليل، انه فد امر او فد فقره من فقرات القانون الدولي المفروض يحرم الدم على هؤلاء اللي يقتلون، او حتى من المرجعيه مثلا انه فد فتوى انه يتوقفون او يعني يطلعون خارج البلد، انه مردهم انتم مو من عندنا اذا تقتلون اولادنا اطلعوا من هذا البلد مردكم. طيب ست بشرى قبل ان اعود قبل ان اعود دكتور رافع، ذكر قبل قليل دكتور رافع انه تصريح بهاء الاعرجي الذي قال ان اوامر قتل المتظاهرين قد صدرت من جهات عليا يعني أعلى من رئيس الوزراء، ولكن ما الجهة الأعلى التي تأتمر بها القوات الأمنية والميليشيات وكيف تصفين هذا التصريح؟ بالضبط الآن الحكومة منشقة تقريبا بيناتهم منشقين، لأنه هناك من يحاول أن يصادر الثورة إلى جانبه ويلغي كل العملية السياسية، يلغي كل الرؤوس السياسية اللي هو مع شريكين معه بال هذه الأجندة أو بهذه الكعكة اللي هم مثلوا العراق أنهم كعكة وتقاسموه، فهذا أخذ الثلثين اللي الكعكة ثلثين صادرها إلى دول الجوار، هو الشخص المعني اللي هو الآن يقتل في قم في عندهم قاتل، فهذا عبر كل الرؤوس عبر كل الجماعة المتفقين مع عبر كل المحافظات، وبدا يجير الثوره لنفسه وبدا ان يحاول ان يستعطف رضا هم الخونه اللي هم يريدون يسيطرون على العراق. الناس الاعداء العراق يريدون ان يسيطرون، فهو اليد الطوله اللي هم يعني مبين كل الميليشيات تابعه له، واضح انه كل الميليشيات تابعه له، وايضا مع راسين من المرتزقه جماعته اللي ساعدوه. نعم. العرجي محق انه عندما يقول احنا اعلى من رئيس الوزراء واعلى من رئيس الدوله، حتى مو بس رئيس الوزراء، لان هذا بده يتحكم بالساحه وبالوضع العراقي وبالوسط العراقي وبالثوره وبكل ما يحدث داخل العراق، حتى في التصدير والاستيراد، حتى في دخول المواد واخراجها، يعني حتى اكو مواد يدخلون سموم
من الدجاج ومن غيره ومن ويسرقون ايضا بنفس الوقت بيطلع النفط بينسرق ويروح لحدودهم وعبر حدودهم يروح لهم ويروح يصدر لغير مكان يباع بامر منه ومن ميليشياته لانه هو موزع على كل مكان ميليشياته على المستشفيات وعلى المعامل وعلى ابار النفط وعلى كل مكان. اي نعم. طيب دكتور رافع ايضا وزاره التخطيط في العراق كشفت انه في تقرير لها طبعا خمس سكان العراق الان تحت خط الفقر، هذا بحسب تقرير وزارة التخطيط الحكومية، ولكن كما تعلم دكتور سابقا كانت الذريعة محاربة ما يسمى الإرهاب، الآن ما الحجة لكي يكون هذا العدد مرتفع هذه النسبة من الفقر؟ لاحظ أستاذ نصير يعني من يتحدثون عنه أو يسألون لماذا خرج الشعب العراقي بهذه الطريقة؟ نعم يعني هذه واحدة من النقاط اللي هم يقدموها اللي تدلل على أنه الثورة على حق، انه هذا الشباب اللي خرج وهاي التضحيات اللي قدموها لم تكن يعني على باطل، كانت على حق ولم تكن عبثا. نعم. عندما بعد 17 سنه حجم يعني حجم الاموال التي وصلت الى العراق مهوله. شيء خرافي. انت سنويا موازناتهم يتحدثون عن 120 مليار 150 مليار مع عدد الشعب العراقي، انت مع كل الثروات الداخلية مع قدرات هذا الشعب مع الإمكانيات اللي الله حباها للشعب، إمكانات طبيعية ومي وأرض وشعب معطاء وكذا، وتجيك هذه الأموال كلها أنت في يعني حتى نصفها توفر خدمات، يعني أنت موازنتك السنوية اللي تعادل موازنات 7 أو 8 دول من الدول التي تعيش في بحبوحة. طيب وأنت تعيش في الفقر. قبل يعني سنة وأكثر طلعت وزارة التخطيط قالت إنه حجم الفقر في العراق 38%. هذا تحدث عن حجم الفقر، يعني تحدث عن الذين تحت خط الفقر. صح. والذين تحت خط الفقر اللي ما قادر أن يطلع يعني خبزة يومه، ما قادر يعيش أطفاله ولا قادر يعيش هذا، لأنهم يحسبوا بالدولار، إذا ما طلع دولارين ما أعرف إيش كده. فالخط الفقر هذا وما تحته. فأنت عندك في ذلك الوقت ولحد الآن أكثر من 12 مليون عراقي يأكلون بالمزابل، مع كل الأسف. صحيح. مع اعتذار من كل أهلنا العراقيين، ذول أهلنا بس وصلوهم إلى أن يأكلون بالمزابل. اليوم من يطلعون هذا التقرير، وطبعاً التقرير كاذب، هو رغم أنه كاذب يعني هذه الأعداد زيد لها بعد ضعفها أو على الأقل نصف هذا الرقم الزايدة، وربما ما تساوي، هي مجافية للحقيقة، هي أقل من الحقيقة بكثير. مع ذلك حتى لو أخذناها على عواهنها على هذه الأرقام، عليهم أن يستحوا بعد 17 سنة من هذه التجربة الخبصونة بها، وأحزاب ودين وأحزاب دينية ومعرف منه ومؤمنين بالمظلومية والحسين دليلنا في بناء الإنسان والوطن، مو هذه كاتبها بكل مكان، والحسين بريء منهم، وإحنا ما عارف شنو، يوقفون على المنابر يخطبون بالفضيلة والأخلاق وينتقدون الناس ويسبون بناتنا. مع هذا يطلع التقرير يحكي لي عن يعني ذي قار هذه المدينة الثائرة، حجم الفقر بها 44%، هم يتحدثون طبعا أكبر، أنا متأكد هو يزيد عن 65-70%، يعني ذول اللي ما عدا رغيف يومه. لاحظ يتحدث عن ميسان يقول 45%، هاي أرقامهم مو أرقامنا، هذه مو جتي من جيبنا. يتحدث عن الديوانية 48%، عن المثنى 52%، بغداد يقول هذا الكذب ماله يقول 10%. لك بغداد بس العشوائيات اللي بيها اللي قاعدين بيها الناس 4 ملايين واحد، شلون 10%؟ ذول كل بالعشوائيات، ذول ما يقدر ياكل، هو ليش راح بالعشوائيات؟ وانتو حتى اللي يبني له بيت بالعشوائيات لأنه ما عنده، تجون تهدموه وتقولوا له روح، وين ما تروح روح. ما هذا اللي صار. نعم. البصرة، هاي البصرة الجميلة الرائعة اللي أهلها يعني، هذه البصرة اللي يسموها الفيحاء، يسموها صقر العراق. نعم. هاي المدينة الجميلة وأهلها الرائعين ذولا يتحدثون عن 16% بالفقر. شنو 16%؟ 56 96 6، ما أعرف إيش قد. الشعب كله فقير، كله فقير، ما عندهم، الناس ثور على كل شيء. وفي الجنوب أكثر يتركز. أنتوا لديكم 5 ملايين ما 6 ملايين موظف عينتوهم بطالة مقنعة، واثنين ونص ما 3 ملايين من عندهم عسكر. نعم. وميليشيات ذولا تعطوهم رواتب، وهاي الحكومة اللي عندكم، والباقي الشعب كله فقير، كل الشعب الباقي يأكل من المزابل، ما يقدر يدبر إيجار بيت، ما يقدر يدبر
أجرة سيارة. ذول الشباب اللي ينقتلون ورا ما يستشهد يدورون بجيبه ما يلقون ألف دينار، ما يلقون ألف دينار وهم يسموهم الصفارات. فأنت أمام هذه كارثة. يعني أين تذهب دكتور؟ ما هي هاي المصيبة؟ أنت يسوي لك موازنة الآن ويقولون العجز 43 مليار دولار. مين راح تجيب هذا العجز؟ البنك الدولي يتحدث يقول العراق وصل عبر الخط الأحمر، انتهت القضية، لأنه حجم التشغيل ماله أكثر من 25% من موازنته. فأنت لأنه كلها رواتب كلها تتراكم كل سنة ديون، ماكو استثمار ماكو. فأنت أمام هذه الحالة المهولة ورغم هذه الأرقام اللي طلعوا لك إياها، أنت عندك ناس نازحين بالمخيمات، بطانية ما عندهم، يموتون من البرد. يموتون من البرد، صوبة ما عندهم، ما توفر لهم إياه. بس أنت تجيب 70 طن للصين؟ للصين. أنت خايف على الصين من الكورونا دا تساعدهم؟ يعني هذا في الشيء معيب. يعني الواحد لو والله ما أدري شو يسوي، ما أدري شو يقول. يعني هل من حق العراقيين الآن أن يثورون؟ أن شو يسوون؟ 70 طن أنت تشيلها، تشيلها نطيها لهلك، نطيها للفقراء ذولا اللي يأكلون من الزبل، من المزابل اللي يأكلون، نطيها لهذول الثوار اللي طالعين بالشوارع ونايمين بالبرد والمطر، نطيها للناس ذولا اللي بالملاجئ وبالخيم نايمين بالثلج. يوميا الأخبار، حتى المخيمات وسائل الإعلام ما يخلوها تدخل المخيمات مال النازحين حتى لا يصور المأساة. لاحظ يمنعوهم قوات عسكرية واستخبارات، يمنعون لا تصور لا تدخل. ليش ما يصورون يدخل؟ لأنه يبين مأساة هذا ويجيب لي 70 مليون طن يوديها للصين لأنه خايف على الصين. تخايف على الصين؟ وليش تخاف على الصين؟ دي كفي شعبك، كفي شعبك وكفي ناسك اللي عرات اللي ما ياكلون، وانت تبوق وتسرقوا بنفس الوقت تباوع على المستشفيات. مستشفيات ما تقدر تعالج مريض. أمراض السرطانات كل سنة يموتوننا، وهاي بإحصائيات ومو إحصائيات من عندنا. كل سنة يموتوننا 20,000 عراقي لعدم توفر أدوية السرطانات. أنت بدل هاي 70 ما أدري إيش قد طن توديها، 70 مليون طن توديها للصين تشتري بها أدوية لأمراض السرطانات. روح شوف المستشفيات شلون مخنوقة، أطفال يموتون، حاضنات ماكو يخلوها بيه. هؤلاء هل يستحقون أن يحكمون البلد؟ ما هي هاي الكارثة. من تحكي وياهم يحكي لك بالفلسفة، يحكي لك سنة وشيعة وكراد أنت مو هذه القضية. أنت إنسان حرامي، أنت ما لك علاقة بالعراق، أنت جاي عندك مشروع تدمر العراق. هذا شو يسموه؟ هذا تدمير للعراق. له ويجي محمد علاوي يريد يسوي حكومة مستقلة شو تعالج؟ أنت أمام عينك وأنت راح تحكم 70 طن يشيلوها مقاولين. أي مقاول هذا؟ أي واحد شريف عراقي يقول أنا مقاول عراقي يوديها للصين؟ ليش يوديها للصين؟ ليش ما توزعها لأهلك؟ ليش ما تخليها بسيارات توزعها للنازحين، توزعها للناس الفقراء، الناس مو ذول أهلك أولى بيها؟ مو الأقربون أولى بالمعروف؟ مو هذا معروفك تطيل أهلك؟ ليش مودي للصين؟ الصين عايزتك؟ إيش تسوي لك الصين؟ وهاي الاتفاقية الصينية، خلنا نطبق الاتفاقية الصينية، صحكون على العالم يا اتفاقية صينية يا 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 مصيبة. 17 سنة بقتوا البلد ودمرتوه، وهياكل ومدارس ماكو، جامعات ماكو، مستشفيات ماكو. مستشفيات تخش أنت صاحي تطلع مريض، اللي داخلها مفقود والخارج من عندها مولود. ويتحدثوا لي عن يعني دولة ترعى الدين وترعى مخافة الله ويخافون على الناس والأخلاق ولا يصير اختلاط. وين انتوا رايحين؟ روحوا شوفوا المستشفيات، روحوا شوفوا الشوارع، روحوا شوفوا الضيم، روحوا شوفوا النازحين، روحوا شوفوا المتظاهرين ذولا اللي ماتوا بالشارع صار 5 أشهر. تضربوهم بالرصاص، تضربوهم بالقنابل، وتدعون عليهم أولى السفارات، تضربوهم بالسكاكين وما أعرف منه، وتريدون تلغون ثورتهم. ما تلغى. لذلك يوميا تزيد هذه الثورة، وهذه الثورة ستأخذ حقها، وهذا الشعب ماضي إلى طريقه إن شاء الله. إذن في آخر دقيقة ست بشرى، كلمة أخيرة، الثوار ومنهم الطلاب على حق حين قالوا إن همهم هو استعادة هذا الوطن المختطف، تفضلي. أكيد هؤلاء الشباب هم من يحترق قلوبهم على هذا الوطن، وما يشاهدون من ذل الإنسانية حقيقة هذه مذلة. يعني مثل ما تفضل الدكتور أنه المجاعات والمزابل والمخيمات والمستشفيات وقتل الإنسان يوميا بسبب الجوع وبسبب الإهمال وبسبب أما يحقنوا أبر غير صالحة وأما
يعني ابو الكلى بالمستشفيات ما عندنا جهاز غسل الكلى والناس كلها تموت. يعني اعلامنا من الناس ماتوا. سامي عبد الحميد خطيب غسل الكلى، دكتور سامي عبد الحميد الفنان المعروف الله يرحمه توفى بغسل الكلى. يعني احنا ابسط مستشفياتنا ما بها ابسط الاشياء، فحقهم هؤلاء الثوار وهؤلاء الشباب لو كان يعني يفور دمهم ويطلعون على شكل تظاهرات عارمه ويتلقون الرصاص بصدورهم وبرؤوسهم، فهؤلاء الشباب ما راح يردعهم اي وازع ولا راح يخوفهم اي عتاد او اي اسلوب من اساليب هذه الزمره الخائنه وهؤلاء المرتزقه. هؤلاء ستسقط اقنعتهم يوما بعد يوم، اضافه الى ما سقطت سابقا، فان شاء الله هم الخاسرون وهم من سيكون خارج البلد ويطردون كل هؤلاء المرتزقه وهؤلاء المندسين وهؤلاء اللي يلعبون باموال وحياه البشر بالعراق. وايضا هؤلاء هم اجندات مجنده من خلال رؤوسهم خارج حدود العراق، هم ينتمون الى هذه الرؤوس العفنه. هؤلاء الرؤوس يريدون ان يفرغوا العراق من العلم ومن الصحه ومن الانسان النظيف النزيه، يريدون ان يفرغون العراق حتى هم يستولون على العراق بكل خيراته. العراق خيراته ما شاء الله سبحانه وتعالى خلق كل ما موجود بالكون في العراق، والعراق يوميا مثل ما تفضل دكتور يعني مليارات الدولارات تنشال من العراق، من ميزانيه العراق. فان شاء الله احنا في فتره قصيره جدا حتى صندوق النقد الدولي ان شاء الله بعد ما يطلبنا، لانه لو كان يعني نحن تمت اداره كل هذه مشاريع البلد بايدي نزيهه ونظيفه من اولاد المجتمع الوطنيين، بالتاكيد ما راح يبقى العراق في مذله، وبالتاكيد ما راح تكون هناك مجاعه. نعم احنا رغم هذه الثوره بعدها ما زالت اول اسبوع، تصور ان المعامل انطلقت من جديد تعمل وتشتغل. نعم. إن شاء الله ثورة منتجة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك بشرى عبد الواحد، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، وأشكر دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لكم مشاهدينا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.